الأمريكي يتخذ عدة طرق وربما أوجه مختلفة، ولكن الثابت أن الولايات المتحدة مستمرة في دعم حليفتها في الشرق الأوسط إسرائيل. متابعة معنا من واشنطن كبير الباحثين في معهد جولد للاستراتيجيات الدولية ماثيو برودسكي. سيد برودسكي، ربما تابعت الصحافة الأمريكية، تابعت مواقف التظاهرات في الولايات المتحدة وفي الجامعات الأمريكية قد تكون الأطقم، إلى أي اتجاه ستذهب إدارة بايدن؟ والكل يؤكد بأنه سيستخدم حق النقد أمام الجمعية العامة أو حتى أمام مجلس الأمن الدولي، وبالتالي التعطيل سينعكس سلبا على الإدارة في انتخاباتها المقبلة. أعتقد أن الذي لدينا هو أن أمريكا وإسرائيل ليست من أعضاء محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية، وكان هناك انتقادات من جانب بايدن إزاء إسرائيل، وهذا يجعلنا نتحدث عن مفهوم القانون الدولي. هناك بعض القوانين الخرقاء سواء من جانب القانون الدولي أو بالنسبة لإسرائيل. وبالنسبة لبايدن هو يحاول أن يلعب على الحبلين. قال لأشهر إنه لم يرى خطة موثوقة من جانب إسرائيل لإجلاء المدنيين من رفح، لكن في الوقت نفسه نعرف أن الأعداد تقارب أكثر من نصف مليون. هذه الأعداد نزحت، وبالتالي إسرائيل تقوم بعملية وفق مطالبات بايدن، ولذلك هذه القرارات من المحكمة لن تغير شيئا بالنسبة لطريقة شن إسرائيل عمليتها في رفح. ولكن بين كل هذه الاحتمالات وبين اليوم ما تتجه إليه الإدارة، هي ستدفع أثمان إن كان لدى الرأي العام الأمريكي، لدى ما بات يعرف بمعاداة السامية الذي كان يواجهه العالم بدعم كبير، وتقول الصحافة الأمريكية بأنه سقط إلى غير رجعة بعد كل المشاهد وما ارتكب ضد المدنيين في غزة. كيف ستوازن الإدارة الأمريكية في قراراتها الرأي العام في الداخل وأيضا العلاقات مع الدول الداعمة لقرار المحكمة الدولية؟ المشكلة هي أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست هي أوروبا أو لا تشبه أي دولة أوروبية، وتلك المظاهر المختلفة لمعاداة السامية في الجامعات لا تمثل الغالبية العظمى من الأمريكيين، بل إن أغلب الأمريكيين يقفون مع إسرائيل. لذلك مشكلة بايدن هي أنه يحاول أن يقوم بالموازنة بين دعم إسرائيل وعدم إدانة حماس بشكل واضح. الأمريكيون لا يريدون ذلك، والناخبون لن يرغبوا في دعم بايدن إذا استمر في هذا. العديد من اليهود سيعتزمون التصويت لخصم بايدن، لأنه يجب على بايدن أن يوضح بين الشر والخير، وذلك بجلاء، وهذه استراتيجية مروعة من بايدن، وأنا أضمن لك أننا سنرى هذا ينعكس في الانتخابات في نوفمبر. ولكن سيد ماثيو، الصورة من قطاع غزة، الإدارة الأمريكية كانت حذرت حكومة بنيامين نتنياهو من هذه العملية البرية وتهديد حياة أكثر من مليون مدني فلسطيني. ما يحصل اليوم أليس أبعد من ذلك؟ وهنالك تقلبات في المواقف الأمريكية، إن كانت تلوح وتهدد إسرائيل بقطع المساعدات العسكرية لتعود وتدعم، وكل ذلك يلعب ربما على الانتخابات المقبلة وما أشرت إليه الآن. إسرائيل كانت ترغب في شن عملية واسعة النطاق في رفح، لكن إدارة بايدن قالت مرارا وتكرارا إنها لم ترى أي خطة لإجلاء المدنيين من رفح، لكن إسرائيل فعلت ذلك في الواقع وتستمر بفعل ذلك. نحو مليون شخص نزحوا. لذلك هناك إدارة بايدن التي تملي
على إسرائيل كيفية شن حرب، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية تقول شيئا مستحيلا، وإسرائيل تظهر لها أن ما تطلبه يمكن تحقيقه. وكل ما نراه في الولايات المتحدة الأمريكية يثبت أن أمريكا تطلب الشيء المستحيل، ومع ذلك فإسرائيل تحققه. الولايات المتحدة الأمريكية عرفت ما حدث في الموصل وفي كابول والعديد من الأماكن التي شنت فيها حرب. وبالنسبة لإسرائيل، هي أثبتت للولايات المتحدة الأمريكية أن من مصلحتها الحيوية أن تواصل هذه الحرب. وما فعلته إسرائيل جعل صورة أمريكا سيئة، لأنها أثبتت عكس ما تقوله. وكذلك بالنسبة لإسرائيل، فهي لا تأبه بسياسة بايدن الداخلية. تقول إن حرب غزة شوهت ربما صورة هذه الإدارة الأمريكية، ولكن في مقاربة، من سيدفع ربما الثمن أمام الرأي العام؟ إسرائيل وبنيامين نتنياهو أم الولايات المتحدة ومصير بايدن في الانتخابات؟ العلاقة مع المجتمع الدولي، مع الأمم المتحدة، عندما تقول مقررة الشؤون يعني الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية فرانشيسكا البناز بأن ما ارتكب من جرائم دفع إسرائيل اليوم إلى مواجهة عقوبات، حظر أسلحة، وفعلا يعني بات الرأي العام العالمي ينظر إلى ذلك على كل هذه الوقائع والإدانات التي تواجهها حكومة نتنياهو. الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية، هؤلاء مجرد مهرجين، ولذلك لا يؤبه بما تقوله محكمة العدل الدولية التي لم تفعل أي شيء إزاء الأسد الذي قتل أكثر من نصف مليون شخص، ولم تفعل أي شيء لمحاسبة حماس، والآن تتجه لإسرائيل. الولايات المتحدة الأمريكية تعرف أن هؤلاء مهرجون، وعرف أنه في عهد ترامب سيكون هناك عقوبات على هؤلاء الموظفين من محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية، ولكان هناك معاقبة وعقوبات على هؤلاء. فالإدارة الجمهورية لا تكترث بمثل هؤلاء المهرجين الذين يدافعون عن هذه المؤسسات الدولية بين مزدوجتين. وكذلك الشق الآخر للجواب هو ما علاقة هذا بنتنياهو؟ هذه القرارات والأحكام ستجعل ائتلاف نتنياهو مؤمنا، لأن نتنياهو يحاول أن يتفادى تلك الانقلابات عليه، ولذلك هو يحاول إرضاء الأطراف الآخرين في الائتلاف من أجل أن لا يكون هناك انتخابات مبكرة. وعندما تأتي مثل هذه القرارات من هذه المحاكم الدولية، نعرف ماذا فعلته الأمم المتحدة. ولذلك عندما يفعل هذا لإسرائيل، فإن الأمر ينقلب على هذه المؤسسات ويفيد نتنياهو. وبالنسبة لهذا، يظهر أيضا ضعف بايدن وغباء مثل هذه المؤسسات الدولية، وهذا ينظر إليه بوضوح من جانب الإسرائيليين. هذا لا يفيد إدارة بايدن ولا يساعد حملته الانتخابية. في الواقع هذه الحرب كان يمكن أن تنتهي قبل أشهر لو كان بايدن أذكى. نتحدث يعني عن غباء هذه الإدارة، وقلت إنها إدارة ضعيفة، وبالتالي لكل ذلك انعكاسات، وقد تكون حرب غزة هي التي ستؤدي إلى خسارة أو فوز أي من المرشحين بشكل حاسم. بالتأكيد هذا سيؤثر، لأن الأمريكيين يدعمون القوة، يعرفون أن الرئيس يجب أن يكون قويا ويستعرض القوة الأمريكية، لا يحبون أن يكون الرئيس بايدن بهذا الضعف، وهم لا يرون ذلك فقط، وإنما يرونه أيضا طاعنا في السن. ولذلك الأمريكيون، وأنا أتحدث عن الغالبية العظمى وليس أولئك الذين يحتجون في الجامعات،
الساعات. الغالبية العظمى ترى أن الحرب هي بين الخير والشر. هناك جماعة حماس الإرهابية مصنفة كذلك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهي اغتالت وقتلت واغتصبت أكثر من 1200 شخص، بمن فيهم الأمريكيين الذين لا يتحدث عنهم بايدن، وما يزال عدد منهم في غزة. بالنسبة للأمريكيين هذا شر ولا يمكن السماح له بأن ينتصر. وعندما نسمع مثل هذه القرارات من مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، فهم يستنتجون أن هذا شيء أخرق. لذلك لا هذا ولا ذاك سيفيد بايدن ما دام هو يجانب اتجاه معظم الأمريكيين، وهو القضاء على حماس في غزة. كان يمكن أن يظهر قوة أكبر ضد حماس، ولكن بدلا من ذلك فإنه نحى اتجاها آخر، والآن هو لن يجني أشياء جيدة لأن حماس لن تفيده، في حين أن دعم إسرائيل هو الذي كان سيكسبه أكثر سياسيا، وبالتالي مقاربته مريعة ومروعة في الوقت الحالي. كان حريا عليه أن يواجه الإرهاب العالمي، وكذلك على حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية أن ينظروا إلى هذه السياسة. ليس هناك أي جدوى من الحصول على ضمانات أمنية، وما الجدوى من أن يكون هناك حليف لأمريكا إذا رأينا أن الصين وكوريا الشمالية هم لديهم تحالفات أفضل. أشكرك جزيل الشكر، ضيفنا مباشرة من العاصمة الأمريكية واشنطن ماثيو بروتسكي، كبير الباحثين في معهد جولد للاستراتيجيات الدولية.